يا اهلا بيكم، معاكم محمد فتحي من قناه كوت ستارت، وبنكمل كلامنا عن الفلاتر فاير بيز. ده الموقع بتاعنا كوت ستارت، هتلاقي عليه كل الكورسات بشكل مرتب. لو كمان ممكن تدخل على اليوتيوب كوت ستارت على اليوتيوب، وبتضغط على البلاي ليستس، ومنها بتختار اول او الكرييتد بلاي ليستس، هتبدا تظهر جميع قوائم التشغيل. وهنا قوائم التشغيل هنا هتلاقيها باللونين، اللون الازرق ده معناه باللغه الانجليزيه، واللون البرتقاني ده باللغه العربيه. هتلاقي بالنسبه لكورسات الفلاتر هتلاقي باللون اللون الازرق ده باللغه الانجليزيه، واللون البرتقالي ده باللغه العربيه، وهتلاقي كمان مترقم بالنسبه لكورسات الفلاتر، هتلاقيها مترقمه. يعني عندنا الكورس رقم 11 ما بين قوسين عربي، ده الفلاتر ستيت مانجمنت. طيب هتلاقي الترتيب من واحد الى تقريبا دلوقتي احنا في الكورس رقم 14 بالنسبه للفلاتر. قبل الفلاتر انت محتاج تدرس كورس الدارت، وهتلاقي كورس واحد مش مجزأ، يعني هو الكورس على بعضه كده الفلاتر، وهتلاقي بين قوسين عربي برضو. وقبل كده هتلاقي برضو كورس مقدمة في هندسة البرمجيات. يبقى انت لو انت محتاج تبدأ الفلاتر، محتاج تبدأ بمقدمة في هندسة البرمجيات، وبعد كده الدارت، وبعد كده الفلاتر. والفلاتر زي ما بنقول مرتب او مترقم وما بين قوسين عربي. طيب هتلاقي كمان الاكواد بتاعتنا كلها موجوده على الجيت هاب كوت ستارت الريبوزيتوري. بالضغط على ريبوزيتوريز هتلاقي كل الريبوزيتوريز موجوده هنا. لو ضغطت مثلا على الفلاتر جوجل مابس هتلاقي الدروس مترقمه في شكل برانشز. لو ضغطت على البرانش تختار الدروس، مثلا الدرس رقم 2، الدرس رقم 3، وهكذا. النهارده زي ما اتفقنا هنبدا نكمل سلسله الفاير بيز، وهنشوف ازاي نضيف الفاير بيز للفلاتر او الاندرويد او الاي او اس. هنبدا نكتب في جوجل فلاتر فاير بيز. طبعا هنا من مشاكل الفلاتر او الفاير بيز ان الفيرجنات بتعمل كونفليكت معاك، فده انت لو اتعلمت ازاي تجيب ال عشان متاسف فاير بيز فاير بيز تجيب المعلومة، تقدر تجيب الفيرجن المناسب، او لو حصل عندك مشكلة. معظم المشاكل بتيجي من الفيرجنات بتاع الفاير بيز، اختلاف الفيرجن من فيرجن تاني يعني، او ما بيعملوا ابجريد، فبتحصل مشاكل لما تيجي تطبق الكود. بيكون بتشوف انت فيديو كود حد كود بقاله فترة كبيرة، فبتيجي تطبقه فبيضرب معاك لان الفيرجن مختلف. انت بس محتاج تغير الفيرجن عندك، الدنيا هتظبط معاك ان شاء الله. هنشوف ازاي نضيف الفاير بيز. زي ما بنقول كل اللي بنعمله بنفتح الموقع اهو، وبندخل على الدوكيومنتيشن او الدوكس، وهنا عندنا الفاير بيز زي ما قلنا ممكن استخدمه مع الاندرويد او مع الاي او اس او مع الويب او مع السي بلس بلس لو انا بعمل ابلكيشن سي، او ان انا بعمل جيم استخدمه مع الجيم او مع الويب. وشرحنا البرودكتس بتاعت الفاير بيز، وقلنا عباره عن ايه بشكل مختصر كده، وان شاء الله هنتطرق بالتفصيل للكلام ده. كل اللي هنعمله ان انا هبدا اضغط على الاندرويد مثلا، فاقول له جيتنج ستارتد مع الاندرويد، وهبدا هنا اضغط على كده. هو بيشرح بيقول ازاي ان انت هنا تقدر، لو انت اتبعت الستيبس دي هتلاقي ان الموضوع بسيط جدا جدا، وتقدر تضيف الفاير بيز للاندرويد او الاي او اس بطريقه سهله جدا. طبعا احنا دلوقتي مختارين الاندرويد، فهنبدا اول حاجه هنعملها كده مع بعض ان هو هنا بيقول اد الفاير بيز يوزنج الكونسول، فمحتاج ان انا افتح الكونسول بالشكل ده كده في تابه جديده. بيبدا يفتح هنا وبيجيب كل البروجكتس اللي موجوده عندنا. فاحنا ممكن هنا هنا طبعا هنشتغل على الاندرويد. ممكن تختار، هو بيقول لك ان احنا هنا عندنا الاندرويد والاي او اس والويب. فانا كل اللي انا اعمله هنا هقول له كرييت بروجكت، هبدا اقول له كرييت بروجكت، وهنا بيقول لك اكتب اسم البروجكت. فانا هديله مثلا هنا اندرويد underscore fire او اندرويد فاير بيز، تمام. وهبدا اقول له كونتينيو اندرويد فاير بيز او فاير بيز توتوريال، كونتينيو. وبعد كده هنا بيقول انت هتنيبل الجوجل اناليتكس، فانا ممكن مش محتاجها دلوقتي. نعمل اناليتكس عندنا. كل اللي انا اعمله ان انا اقول له كرييت بروجكت، هيبدا هنا ينشئ البروجكت معانا، وهنبدا هيدينا مجموعه من الخطوات كده هنمشي معاها والستبس. في النهايه انا عندي هنا عملت انشات بروجكت، والبروجكت ده فاضي ما فيهوش اي حاجه، وعملت رن فاداني الرن بتاعه بالشكل ده كاونتر اب اهو. هنبدا نشوف مع بعض هنعمل ايه بعد كده. بروجكت امتي، مفيش اي حاجه انا عملتها هنا. نرجع تاني
هنا بيقول ان الفاير بيز كورس خلاص يور نيو بروجكت از ريدي. هبدا اقول له كونتينيو وهيبدا هنا الفاير بيز بروجكت كورس. خلاص كده هنبدا ان انا اضيف هنا الفاير بيز هنا البروجكت ده هضيفه للاندرويد. عندنا هنا زي ما قلنا الاي او اس او الاندرويد, فانا هبدا اضيفه دلوقتي معاكم في التوتوريال دي للاندرويد. فهضغط على الاندرويد, فانا بيطلب مني بعد يعني المعطيات زي بيقول اديني الباكج نيم. الباكج نيم دي يا شباب مهمه جدا جدا اما تيجي ترفع التطبيق على جوجل بلاي, ده اليونيك نيم بتاع الابلكيشن بتاعك. طبعا انا ممكن اعمل برنامج دلوقتي واسميه مثلا اب 1 تمام. فطب هنا لما نيجي نرفع الابلكيشن اب 1 ده, ما هتلاقي كتير جدا عمل ابلكيشن وسماه اب 1, فاحنا هنديله هنا الباكج نيم. والباكج نيم دي هنجيبها من هنا, او ان انت هتديله يونيك. طبعا الطبيعي ان انت هتديله يونيك نيم, مثلا هيبقى مثلا اسم الويب سايت بتاعك حاجه مش يونيك. يعني لو انا قلت له مثلا زي ما قلت له هو ديمو 1 مثلا, فديمو 1 ده اكيد هتلاقي على اب ستور او على جوجل بلاي كتير جدا عامل ابلكيشن مسميه ديمو 1. فانت هتبدا بالويب سايت بتاعك او بتاع الشركه اللي هي مثلا كوم دوت codestart.com دوت كود تو ستارت, بتحكس اسم الباكج اسم الويب سايت مثلا, يبقى كوم دوت كود تو ستارت. ده مش هتلاقي حد عمل ويب سايت, الويب سايت يونيك خلاص ما فيش حد هيتكرر. تقدر بعد كده تقول له دوت واسم الابلكيشن ديمو 1, فكده يقبلوا منك. وما ترفعه على الاب ستور مش هيحصل اي مشاكل, والاب ستور او جوجل بلاي هيقبل الابلكيشن لان الابلكيشن بتاعك يونيك. فاتاكدنا ازاي انه يونيك بالويب سايت اللي انت عاملك او الدومين بتاع الشركه بتاعتك, لان الدومين ما بيتكررش. طيب تعالوا نكمل مع بعض كده. ممكن انا هجيبه من هنا بقى الباكج هنا, ممكن لو انت كنت مسمي في البدايه لان انت كده كده محتاج تغير الباكج هنا. فكل اللي هنعمله هنروح على الاندرويد وهنضغط على اقدر ادخل على الاب, ومن الاب ادخل على البيلد جرادل تمام. هنلاقي هنا موجود الادل بيرد الفيرجن بتاعنا, احنا محتاجين نجيب الفيرجن. فتعالوا كده مع بعض هنا الجرادل ادي الاب, وبعد كده السورس, وبعد كده ندخل على معلش متاسف جدا السورس, وبعد كده المين. وهنلاقي الاندرويد مانيفست. الاندرويد مانيفست هنا هنلاقي ان الباكج نيم اهي باستخدام اللي هي كوم دوت اكزامبل. طبعا ده هتبقى يونيك عندك لما تيجي تبلش الابلكيشن. فانا ممكن اخد بس مبدئيا دلوقتي لان انا بعمل تيوتوريال, فممكن اخد او بنشرح ازاي استخدام الفاير بيس, فانا هاخد الباكج دي وهضيفها عندي بالشكل ده. طيب بعد كده هنا الابلكيشن, فانا هدي له اي اسم وليكن هنا الابلكيشن. طبعا ده الاب نيك نيم, ده الاسم اللي يعني المستعار بتاعه, فاحنا هنسيبها ومش هندي له اي حاجه هنا. وبعد كده السيرتيفيكيشن او الشاون. الشاون هنا لو احنا عايزين نستخدم ساين ان بالتليفون يعني هنحتاجها, ان هي ده زي السيرتيفيكت اللي هنقدر نجيبها من على الجهاز بتاعنا, فدي مش هنحتاجها دلوقتي برضو, هنتكلم عليها ان شاء الله بعدين. فده اوبشن الاثنين مش محتاجين نختارهم. فانا هكتك على ريجستر الاب, يبقى تاني هنا النيك نيم مش محتاجينه ولا الشاون محتاجينها دلوقتي. استخداماتها ايه؟ استخدامات الشاون اما نيجي نعمل اوثنتيكيشن بالتليفون او برقم التليفون زي ما هنعرف ان شاء الله بعد كده. انا اللي هضغط عليها اقول له ريجستر الاب. هنبدا بعد كده ندخل في هيبدا هنا يقول لي داونلود الفايل ده, والفايل ده خلي بالك هيبقى موجود فين. هو هنا بيشرح اهو, بيقول لك الفايل ده هتضيفه في الاب, في الاب على طول اندر الاب على طول تحت الفولدر اللي اسمه اب هتيجي ضيف الفايل ده. فانا هقول له هنا داونلود الفايل تمام. هنختار مثلا على الديسكتوب وهو جوجل سيرفيس دوت جيسون, هقول له سيف. وبعد كده هنسحب هنا الابلكيشن, ممكن نعمل دراج ودروب والابلكيشن بتاعنا او الفايل بتاعنا اللي هو دوت جيسون تمام. احنا سيبناه هنا على الديسكتوب اللي هو جوجل سيرفيس دوت جيسون, وهو ده اللي بيعمل الكونكشن ما بين الاندرويد مع الفاير بيس, بيكون داخل الاب على طول. فانت هتسحب ده الى داخل الاب الفولدر اب, هتضيفه داخل الفولدر اب. لو عملت كلوز للاب هتلاقي ان الاب سيرفيس اهو, الاب سيرفيس موجود داخل او الجوجل سيرفيس موجود داخل تحت الاب على طول. يا شباب نتاكد من المعلومه دي. ممكن نعمل كده رايت كليك على الاب ونقول له ريفيل ان فايل اكسبلورر او شو ان فايل اكسبلورر, وتفتح الاب هتلاقي هنا مش او الجوجل سيرفيس موجود عندي. لو مش موجود, لو هو كان موجود مثلا هنا
في الخارج هنا، فانت هتسحب الاب سيرفيس او السيرفيس جوجل سيرفيس وتخليها داخل الاب. المهم ان الجوجل سيرفيس ده يكون موجوده داخل الاب. طب وظيفته ايه يا جماعه؟ هو اللي بيقدر يخلي البرنامج بتاعنا او الاندرويد فيه كونكشن، كانه الداتابيس كونكشن كده، هو اللي بيعمل الكونكشن على الداتابيس اوتوماتيك يعني. طيب احنا كده ضفنا الكلام ده، نرجع تاني نكمل مع جوجل. هنكليك على نيكست بعد كده، وهيبدا هنا يقول لنا كمان ان انت محتاج تضيف بعض الكود في الجرادل. ونركز كمان يا شباب في الكود اللي هيتضاف. الكود اللي هيتضاف هنا عندنا هنبدا نضيف، هو هنا محتاج يضيف يتاكد ان الريبوزيتوري موجودة هنا، check that you have the following line في الريبوزيتوريز، انت عندك اللاين بتاع جوجل ده موجود، اتأكد من الحتة دي. وتأكد كمان ان انت عندك ضايف الكلاث باث ده، او هنضيف السطر ده. وكمان هتشيك يو هاف ذا فولوينج اف نوت اديت، جوجل برضه هتضيفها هنا في الريبوزيتوريز بتاعت الاول بروجكتس، لو هي مش موجوده هتضيفها. وكمان هتيجي برضه ده اول نقطه، تعالى نعمل الجزئيه دي. فداخل خلي بالك داخل الايه، هو بيقول لك ان هتروح داخل البروجكت بتاعك هتلاقي فيه بيلد جرادل. يبقى انا عندي اتنين بيلد جرادل، بيلد جرادل اللي هي داخل البروجكت. طب تعالى كده نيجي مع بعض كده، ادي البروجكت بتاعنا تمام، هنلاقي فيه بيلد جرادل تمام، ادي الاندرويد تمام. هنيجي هنا بندور على بيلد جرادل اهي، شايف انت الاندرويد اهو، ادي الاندرويد داخل. انا حاول ازوم شويه عشان نكبر من البريفرنسز اعدادات ونسيرش على الزوم. تمام اعتقد كده الى حد ما كويس. يبقى انا تاني يا شباب بدخل داخل الاندرويد، ده البروجكت بتاعنا اللي هو الاندرويد، وده البروجكت الاي او اس. احنا ندخل داخل الاندرويد وهنلاقي فيه بيلد جرادل اهو، مش داخل الاب لا، داخل الاندرويد على طول هنلاقي بيلد جرادل. هنفتح البيلد جرادل وهنلاقي هنا ادي عندنا الريبوزيتوريز سوري الاول بروجكتس، وهنلاقي برضو هنا ريبوزيتوريز. هو بيقول هنا اتاكد ان انت في الريبوزيتوري الاولى موجود عندك تشيك جوجل، ادي الريبوزيتوريز تحت البيلد سكريبت، ادي عندنا هنا البيلد سكريبت وادي ريبوزيتوريز موجود جوجل فعلا، مش هنعمل اي حاجه هنا. بعد كده كمان هنلاقي ان في عندنا الكلاس الديبندنسز هنا تحت الديبندنسز، هناخد دي كوبي تمام. وهنا بيستخدم الجي ام اس جوجل دوت سيرفيسز والفيرجن 4.3.4، هي دي اللي بقى فيها مشاكل كتيره جدا الفيرجنات دي. فهنيجي على تحت الديبندنسز ونبدا نضيف الديبندنسي دي بالشكل ده، وبعد كده هنبدا نرجع تاني نكمل. بيقول هنيجي عند الاول بروجكتس، وهنكمان هنتاكد ان جوجل موجوده. هنيجي عند الاول بروجكتس، ودي فعلا جوجل عندنا، لو مش موجوده عندك هتضيفها. ده بالنسبه للفايل الاولاني، اكليك على سيف وهقفل الجرادل ده بالشكل ده. وبعد كده هنقول هنروح في الاب ليفل، في الاب ليفل في البيلد جرادل، هتلاقي هنا تحت البروجكت بتاعك داخل الاب موديول، هتفتح الايه البيلد جرادل وهتبدا تابلاي الكلام ده. اول حاجه هنضيف هناخد دي كوبي كده اللي هي ابلاي بلوجن تمام، اد ذس لاين، معلش متاسف، اد ذس لاين، هناخد اللاين ده كده كوبي، فنقفل هنا كمان ده كده مش محتاجينه. ونروح داخل الاب بتاعنا، ده المشروع، بنأكد عشان بنتلخبط كتير جدا في المشكلة دي، ده البروجكت. وبعد كده داخل الاب هنفتح البيلد جرادل اللي داخل الاب، بيلد جرادل داخل الاب بالشكل ده اهو تمام. وهنبدأ نسكرول كده عند لو رجعنا تاني مع بعض كده في داخل، هنبدأ نضيف الابلاي، ادي السطر ده هناخده كابي كده وهنضيفه عندنا هنا ابلاي تمام. ادي ابلاي هنا موجودة الاندرويد، هنضيف الكلام ده. تعالوا نيجي بعد الجزئية دي مثلا ونبدأ نضيف الابلاي اهو، هتلاقي هنا زي ما احنا ماشيين تمام. وبعد كده في الديبندنسز، في جزء الديبندنسز هنبدأ نضيف الامبورت ذا فاير بيز، هنمبورت الفاير بيز بالشكل ده. وفي الديبندنسز هنيجي في جزء الديبندنسز تمام، هنضيف الفاير بيز ونكمل كمان هنا. بعد كده خلاص كده مفيش حاجه تاني هنعملها هنا،
هيقول ان انت ممكن محتاج تعمل سينك، ده للناس اللي شغالة اندرويد، وانت هنا مجرد ما بتعمل سيف هو بيبدأ يعمل جيت للباكيجز، فانت مش محتاج نعمل حاجة هنا خالص. هنكمل بعد كده، نروح على النقطة اللي بعد كده. خلاص على كده هو كله تمام. محتاجين نرجع تاني للكونسول ونبدأ نرن الابليكيشن بتاعنا مرة تانية. لو مفيش اي ايرور يبقى احنا كده ضفنا او كريتنا او عملنا ربط ما بين الفلاتر او الاندرويد بالفاير بيس. تعالوا نغير مثلا هنا اي حاجه ونسميها مثلا التايتل ده نسميه فلاتر فاير بيس، فلاتر فاير بيس، وهبدا ان انا ابلد الابلكيشن من تاني كده ونعمل كده. لو ادينا كراش فلاتر ديمو هوم بيج تمام. انا ما غيرتش التايتل متاسف جدا، ادي التايتل اهو فلاتر فاير بيس، وهبدا ان انا سيف ونرن الابلكيشن وفلاتر فاير بيس كده. ما فيش اي ايرور عندنا، يبقى كده قدرنا نعمل كونكت ما بين او نربط الاندرويد ستوديو او الاندرويد كابلكيشن. بنفس الطريقه انا بربط الاي او اس مع الباك اند اللي هو الفاير بيز. وبكده يكون وصلنا لنهايه درس النهارده. ما تنساش تدعمنا بنشر القناه. طبعا انا بشكر جدا جدا الناس اللي بتتعب معانا وبتنشر الدروس وبتعمل شيرنج للقناه، يعني حقيقي جدا احنا بنشكرها جدا على التعاون، وان هي ازاي بتضيف وبتحاول تعرف الناس بالقناه اللي بحس ان الجميع يستفاد. وبنشكركم ونشوفكم ان شاء الله في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.